عندنا دلوقتي حصاد البطولة حتى نهاية دور ال 16 اللي انتهى النهاردة، عايزين نشوف عدد المباريات، عدد الأهداف، ونشوف المجاميع، ونشوف المجاميع مين اللي وصل من الثمان مجاميع اللي كانت، ست مجاميع اللي كانوا موجودين. أدي حصاد البطولة حتى دور ال 16، عندنا 44 مباراة، عدد الأهداف 87 هدف، المعدل التهديفي يعني حوالي هدفين كل مباراة، أقوى هجوم الجزائر 9، أقوى دفاع الجزائر مفيش شباك نظيفة، وموقف المنتخبات هنشوفها مع بعض. دي المجموعة الأولى كابتن خالد، محدش وصل منها خالص، مصر خرجت، أوغندا خرجت، جنوب جمهورية الكونغو خرجت، وزيمبابوي خرجت. إيه رأيك؟ مجموعة ضعيفة جدا. كان في حد يستاهل يصعد؟ أكيد مصر. يعني عشان نبقى برضو مش يعني اكيد مصر بالتنظيم يوصل لدور الثمانية اكيد بالامكانيات اللي موجوده عند اللعيبه بمحمد صلاح بتريزيجيه، لا طبعا اكيد مصر كانت لازم توصل لدور الثمانية والسيمي فاينل والفاينل كمان. ولكن طبعا اخطاء من مدرب في بعض المباريات والتغييرات ولمحسن قراءه الخصم خلت مصر خرجت من دور ال 16. وان كان يعني المجموعه اعتقد ان اوغندا كانت على المستوى الجماعي. أجيري ولا ألان جريس؟ لا الاثنين ما جوش. طيب. الاثنين ما جوش، على فكرة ما جوش خالص البطولة. إيه رأيك في المجموعة دي؟ كان مجموعة مصر كان ممكن حد يصعد منها؟ لا ممكن المنتخب المصري. المنتخب المصري. طيب نروح للمجموعة الثانية. مدغشقر ونيجيريا وغينيا وبروندي. على فكرة أنت مصمم مع كابتن رابح على مدغشقر. مدغشقر. هو قاعد يدلع فيهم لحد ما وصلوا لدور الثمانية، قاعد يقول لهم مدغشقر لحد ما وصلوا لدور الثمانية. طيب مدغشقر ونيجيريا صعدوا، يعني المجموعة الثانية فيها منتخبين صعدوا لدور الثمانية. شوف المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة الجزائر والسنغال، كينيا تنزانيا، متوقع طبعا ان كان الجزائر تصعد مع السنغال، هم اللي صعدوا لدور الثمانية ايضا. المجموعة الرابعة المغرب، كوت ديفوار، جنوب افريقيا وناميبيا، وكوت ديفوار هي اللي موجودة مع جنوب افريقيا. طبعا المفاجأة الوحيدة كابتن رابح هي المغرب، خروج المغرب من المجموعة الرابعة. تأسفنا كتير 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 خروج المغرب. المجموعة الخامسة مالي خرجت النهاردة، تونس صعدت، أنغولا خرجت، وموريتانيا خرجت. والمجموعة السادسة والأخيرة بنين، تخيلوا تخيلوا غانا تخرج، كاميرون تخرج، وبنين تصعد لدور الثمانية، وغينيا بيساو تخرج. هي دي كرة القدم، هي دي الكرة يا كابتن، ملهاش مفيش فلسفة في كرة القدم ولا ثوابت في كرة القدم. لا يوجد منطق. مفيش منطق. مفيش منطق. لا هو مش علم صحيح. بس برضه الملعب بيحكم. أكيد. الملعب أكيد. بيحكم، وإزاي تنفذ شغل مدربك، وإزاي تكون أنت بتلعب على أسلوبك وعلى التكتيك بتاع مدربك اللي بيتعامل معاك فيه، ده برضه يحكم. إذا جاي مدير فني يستفيد من إمكانيات لعيبته ودكة بدلائه يحكم. ودي بعض الأخطاء اللي حصلت من المغرب ومن المنتخب المصري في مبارياته، حتى الأربعة مش الوسط. هذا هو الكلام كابتن خالد، يعني لما تشوف، لما قلت كرة القدم لا يوجد فيها منطق، لما تشوف يعني النتائج لحد الآن، لما تشوف المنتخب مدغشقر لأول مرة يشارك في نهائيات كأس إفريقيا يفوز على نيجيريا بهدفين مقابل صفر، بعد ذلك المنتخب النيجيري يفوز على فريق كبير أو منتخب كبير وهو الكاميرون بثلاث أهداف مقابل اثنين. هذه الأمور هذه بكل صراحة يعني تحصل مرة ممكن في سنوات وسنوات، ولكن نيجيريا تخسر بعد ذلك تفوز امام منتخب كبير وهو الكاميرون. يعني هذا هو كرة القدم، ليست علوم دقيقة. عامة مدغشقر قدمت لنا ثلاث لعيبة من وجهة نظري لعيبة ممتازين جدا، واعتقد ان هيكون لهم شأن في الفترة الجاية. اندريا رقم 2، اندريانا تسيمان رقم 9، وللاينا رقم 12. واحد من اهم اللعيبة اللي موجودين في البطولة الافريقية. طيب. لللاينا رقم 12. طيب اتفرج عليها كابتن رابح ان شاء الله، راجل ممتع في الكورة. طيب